مشاهدينا الكرام، من الاختبارات المهمة اللي بيمر بها الطالب أثناء مرحلة التقدم للكليات العسكرية هو الاختبار الطبي أو اللياقة الطبية. مشاهدينا الكرام، من داخل الكمسيون الطبي بالكلية الحربية يسعدنا يكون معانا اللواء طبيب هشام كمال الدين، رئيس المجلس الطبي العسكري العام للقوات المسلحة. أهلا بك يا فندم وصباح الخير. أهلا بك يا فندم، برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين في صرح مصروح العسكرية المصرية الكلية الحربية المصرية. سيادة اللواء هشام، يعني الاختبارات الطبية مهمة جدا داخل الكلية الحربية ولياقة الطالب للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية. قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع، كلمني سيادتك عن دور ومهام المجلس الطبي العسكري العام للقوات المسلحة. المجلس الطبي يا فندم بيقوم بدور بالكشف الدوري على الضباط وضباط الصف اللي في الخدمة، بس ده مش دورنا هنا. احنا دورنا هنا الكشف على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية يا فندم. قول لي سيادتك المراحل اللي يمر بها الطالب اثناء الكشف الطبي عليه. في مرحلة احنا بنكشف على يومين، اليوم الاول بيمر بتسع عيادات، القوام والتناسق والقوام زي ما احنا شايفين يا فندم، وعياده الرمد وعياده النفسيه والجلديه والاسنان والجراحه والانف والاذن والبطنه والعظام. ده اول يوم يا فندم. اليوم الثاني بيتم الكشف على اربع عيادات، زي عياده رسم القلب ثم عياده القلب ثم عياده قاع العين والموجات الصوتيه. تمام. الهدف يا فندم من هذه الكشوفات والعيادات الكتيره ايه؟ الهدف منها يا فندم انا بختار واحد في صحه جيده، يعني خلوه من الامراض، خلوه من العجز، وينطبق عليه الشروط في التقدم للقوات العسكرية، المعايير اللي اتحطتها القوات المسلحة عن طريق المستشارين لاختيارهم للخدمة في القوات المسلحة. أنا يا فندم مش بختار ناس للخدمة كطالب فقط، خدمة ضابط هيكون في القوات المسلحة يخدم 20-30 سنة، يمسك جميع وظائفه داخل القوات المسلحة بصحة جيدة. تمام. سيادة اللواء هشام، امتى بتحول الطالب من الكلية الحربية للاستكمال الإجراء الطبي في الكلية الجوية؟ تمام يا فندم. الطالب وهو في عيادة التناسق يا فندم، لو كان غير اللي هي القوام يا فندم والتناسق، الطالب اللي أقل من 170 سنتي يتم الكشف عليه في لجنة الرمد، لو 6-6 رمد وفي عنده ما عندوش مشاكل في العيون أو النظر يتم ترشيحه للكلية الجوية، فده مرشح للكلية الجوية ولكنه غير لايق للكليات العسكرية. برضه يا فندم في ترشيح الطالب اللي لايق عندي في جميع التخصصات يوم أول ويوم تاني ونظره 6-6 يتم ترشيحه برضه للكليه الجويه يا فندم. ولو ما خدش غير لائق في الكليه الجويه يكمل عندي هنا تاني يا فندم. الطالب ليه يا فندم كم تظلم في كم عياده؟ السنه دي يا فندم احنا فاتحين التظلم والالتماس لاثنين مستشارين، التظلم في حاجتين بس. عيادتين يا فندم. كان عياده واحده وعيادتين يا فندم. ده تأشيرا برضه على الولاد تأشيرا على الطلبة وزياده القاعده للاختيار. اكيد يا فندم. طب سيادة اللواء هشام، اخيرا كلمه توجهها ونصيحه توجهها للطلبه قبل ما يجوا الكشف الطبي هنا الكليه الحربيه. الطلبه دول والاهالي برضه رساله للاهالي، الطلبه دول ولادنا، لازم يبقى عندهم ثقه كامله ان يبقى في دقه في الكشف لاختيار انسب العناصر. الطلبه ده الاهتمام بصحه الطلبه دي رساله للاهالي، الاهتمام لصحه الطالب وان اعداد طالب انه يكون ضابط في القوات المسلحه ده اعداد بيتم من النشء من طفل صغير، من التغذيه السليمه، الابتعاد عن العادات السيئه في التغذيه، الابتعاد والافراط في التكنولوجي دي عامله لنا مشكله كبيره، لازم التوسط في كل شيء، ممارسه الرياضه واللياقه البدنيه دي حاجات مهمه يا فندم. سيادة اللواء هشام، عاوزين نبين للساده المشاهدين الفرق بين الطب المتقدم والطب الاولي اللي بيتم في اول يوم وثاني يوم. تمام. زي ما قلنا يا فندم الاول اللي احنا فيه دلوقتي ده الكشف الطبي الاولي اللي هو يوم اول ويوم ثاني، يوم اول تسع عيادات، يوم ثاني اربع عيادات. كشف الطب المتقدم بيتم فيه ابحاث للطلبه، بنعمل ابحاث دم كامله وابحاث تحاليل دم كامله، بنعمل اشعاعات عمود فقري، اشعه على الصدر، بنعمل ابحاث سمع عشان نكتشف مشاكل السمع، وبنعمل رسم قلب وبنعمل قاعين ثاني يا فندم. تمام. انا بشكر سيادة اللواء هشام واسمح لنا ناخد جوله كده في العيادات ونشوف اللي بيحصل ايه. تحت امرك. تمام. اتفضل يا فندم.